السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناة English Language. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سوف نتعرف في هذا الفيديو على أسماء مجموعة من الوضعيات التي نقوم بها في اليوم. وضعيات الجسم Body Positions. أول وضعية لدينا هي أول وضعية لدينا هي standing الوقوف standing position وضعية الوقوف standing كما ترون في الصورة standing. الوضعية الثانية هي sitting الجلوس أو تقول sitting الجلوس وضعية الجلوس sitting position الجلوس كما ترون في الصورة الجلوس sitting position. لدينا أيضا الوضعية الثالثة هي lying أي ممدد شخص ممدد على السرير أو ممدد على الأرض lying ممدد lying. لدينا أيضا هذه الوضعية leaning متكئون على الحائط أو على الباب أو على شيء ما أوكي؟ على شجرة متكئون على شيء ما leaning أوكي leaning. شخص جالس بهذه الوضعية أي جالس على ركبتيه نقول kneeling position أوكي. هذه وضعية الجلوس على الركب نقول kneeling position. slouching يعني الجلوس المرتخي slouching أوكي slouching. أعيدوا معي هذه الكلمات كي تترسخ في أذهانكم. slouching يعني الجلوس بهذه الطريقة مرتخي slouching. squatting الجلوس بهذه الطريقة جلسة القرفصاء squatting. stretching التمدد يعني شخص يتمدد stretching يتمدد stretching. هذه الطريقة في الجلوس تسمى crouching. أعيدوا معي هذه الكلمات crouching هذه الطريقة في الجلوس تسمى crouching. sleeping يعني شخص نائم sleeping نائم sleeping. هذه الطريقة في الجلوس تسمى cross-legged sitting
cross-legged. هذه الطريقة في الجلوس تسمى cross-legged sitting. cross-legged sitting. الجلوس بهذه الطريقة وثني الركب تسمى tuck sitting. 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 لدينا أيضا leaning back sitting. leaning back sitting. أي الجلوس والميل إلى الوراء. leaning back sitting. leaning back sitting. leaning back تعني الميل إلى الوراء. الميل إلى الوراء. ولكن هنا لدينا رجل جالس، أي leaning back sitting. leaning back sitting. الجلوس والميل إلى الخلف. leaning back sitting. leaning back sitting. leaning back sitting. leaning back sitting. standing position. sitting. leaning. kneeling position. slouching. stretching. crouching. sleeping. cross-legged sitting. tuck sitting. leaning back sitting. إلى هنا مشاهدينا انتهى هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو الضغط على زر لايك وأيضا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.